السلام عليكم حبوباتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. مرحبا بكم في قناتي نوال هوم شانيل. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم كيك المولعجي اللي تيجي رائع وبمكونات جد بسيط. كيف ما قلت لكم كيكه تجي خفيفه وزوينه وفي نفس الوقت تحضرنا بسرعه جيده. اكيد الا تبعتوا معايا المقادير حتى الاخير غادي تنال الاعجاب ديالكم وغادي تنجح معكم. حاجه واحده الله يخليكم، ما تنساونيش باللايك ديالكم والتعليق ديالكم الزوينه باش ان شاء الله يوصلكم كل جديد. هنا وقع لي الا نقول لكم نبداو بسم الله على بركه الله والصلاه والسلام على رسول الله. اول حاجه خديت واحد البول اللي وضعت فيه القليل من الملح، جوج بيضتان يكونوا بحراره المطبخ كما شفتوا معايا، من بعد كيس من الفانيلا، صافي. من بعد كاس ديال السكر سنيدة ما يعادل عبرت بالعنبة. هنا غادي نطرب المكونات جيدا بالطراب الكهربائي او الطراب اليدوي. هنا طربت الكهربائي حتى تمزجات لي العناصر جيدا كيفما شفتوا معايا، حتى ولا الخليط ديال الكيك على هذا الشكل هذا، وتيتبدل حتى اللون ديالو تيجيني خفيف. دائما كيفما تنقول لكم تيتعبر بالكاس ديال العنبه هذا الخليط ديال الكيك ديالنا. كيفما قلت لكم خويت واحد الكاس، زدت كاس عفوا ديال الزيت النباتيه، عبرته بكاس د عنبه مشى ليا داك المقطع، وزدت عليه ياغورت ديال الفانيلا وواحد شويه ديال القشور حامضه. من بعد مزجت العناصر جيدا كيف ما شفتوا معايا على هذا الشكل هذا، صافي. ما بقى لي هنا الا نضيف الدقيق ديالي. غادي نعبر معكم بالدقيق، كاس ديال العنبه حتى هو كيف ما شفتوا معايا عبرت الكاس الاول، تنخلط المكونات ديالي ومن بعد تنضيف الكاس الثاني ديال الدقيق. من بعد تنضيف جوج اكياس ديال الخميرات الحلوى، يعني كل وحده تتعادلنا 7 غرام. من بعد تنخلط المكونات ديالي على هذا الشكل هذا كيف ما شفتوا معايا، صافي. الخليط ديالي تيكون القوام ديالو على هذا الشكل هذا كيف ما شفتوا معايا. هذا هو الخليط ديالي، ترسم ديك 8 فوق الخليط باش تبقى ليا الفوق تنعرف الكيك ديالي ناجح. هنا خديت المول العجيب ديالي بعد ما دهنته بشويه ديال الزبده ورشيته بشويه ديال الدقيق، غادي نفرغ فوق الخليط ديال العجين ديالي ديال الكيك كيف ما شفتوا معايا، صافي. غادي نوزعو على الكيك ديالي جيدا، غادي نحاول نوزعو على الجوانب مزيان على هذا الشكل هذا. من بعد تندخلو الفرن واحد 30 دقيقة. في هاد الانية هادي انا شعلت على الفرن الغازي ونقصت عليه البوطة كيف ما موالفين، دائما ما تكونش مجهدة وما تكونش مهيلة. خليت الكيك ديالي طيب، ومن بعد غادي نخرجو من الفرن. هنا غادي نحضر معكم الكريمة اللي خديت يترول لاروب ديال الحليب،
مع النكهة ديال الحامض، وغادي نحتاجو نضيفو عليها واحد جوج معالق كبار ديال النشا او ما يسمى بالمايزينا، جوج معالق كبار اللي يكونوا عامرين مزيان، صافي. تنضيف عليهم جوج معالق كبار ديال السكر سنيده، ونضيف كيف ما قلت لكم النكهه ديال الحامض، تعطينا لهاد الكريمه ديالنا واحد المذاق اللي تيجي رائع. غادي نضعها فوق البوطه حتى تختار لي الكريمه ديالي، ومن بعد نزولها من فوق البوطه وعاد نضيفها على الكيك ديالنا. كيف ما شفتوا معايا الكيك ديالنا خرجته من الفرن وتيجي خفيف وهشيش. هنا ديال الكريمه ديالي غادي نفرغها في الوسط ديال الكيك ديالي على هذا الشكل هذا، وعاد ندخلها الثلاجه حتى تبرد ليا مزيان وتشد راسها، وديك الساعه غادي نخرجها معكم فقط للتزيين وتشوفوا المنظر ديالها كيف جا. نحاول نخليها في الثلاجة واحد 3 سوايع حتى 4 سوايع. هنا بعد ما خرجتها من الثلاجة حتى قبطت راسها ديك الكريمة، زينتها بشوية ديال الفويتين على حسب الذوق وعلى حسب الرغبة وعلى حسب شنو كاين عندكم في الدار. من بعد غادي ناخذ صوص كراميل وغادي نبدا ندير في واحد الخطوط على الكريمه ديالنا على هذا الشكل هذا فقط للتزيين. وهذه هي الكيكه ديالنا، تجي رائعه وتجي زوينه وخفيفه وفي نفس الوقت تجي بارده. نتمنى تجربوها وتردوا عليا في لي كومونتير، وما تنساونيش بالتعاليق ديالكم الزوينه وبلي لايك، وشكرا على المشاهده حتى لاخر فيديو. وما بقى ليا الا نودعكم ونقول لكم بالسلامه عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.